وصلت يوم الجمعه الى تونس، ووصلت الى الفندق الساعه 12 ونص، غيرت ثيابي ثم ذهبت للمسبح. حينئذ افاجأ بمجيء مدير العام للفندق ومعه نائبه ومعهم 5 عناصر من الشرطة الوطنية. قال لي رئيس الطاقم: يا سيدي الفاضل، أنت مطلوب بالرجوع إلى، أو مطالب، ليس مطلوب، مطالب بالرجوع إلى المطار معنا، لأن هناك مسألة تتعلق بالجمارك ينبغي علينا حلها. حينئذ ذهبنا للغرفة، ومن الأول كان إلحاحي أني أبقى في إطار مسطرة معينة، بالعلم أن ما كان يحصل كان غريب وكان لا يتماشى مع تونس الجديدة. فطلبت من المدير أن يحضر شهود عيان حتى لا يتلاعب البعض بالوقائع وبالحقائق. فتفقدنا الغرفة، تفقدنا الأغراض والثياب، تأكدنا بأن ليس هناك مخدرات، تأكدنا بأن ليس هناك أثر عنف في الغرفة، ليس هناك أحد محتزج، ثم ذهبنا إلى باب الفندق. طلب مني رئيس الفرقة الركوب في سيارة فخمة للفندق، حينئذ رفضت وطالب بالركوب معه في سيارة الشرطة. لماذا؟ لأنني كنت ألح أن أكون تحت المسؤولية الكاملة والتامة للشرطة التونسية. وصلنا إلى المطار، حينئذ أبلغت من قبل، تم إبلاغي من قبل الممثل للخطوط الفرنسية بأن الشرطة والسلطات التونسية تريد إرحالي وسفري، ترحيلي وسفري إلى باريس.